بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا جماعة، ندعو لإخواننا في فلسطين وفي غزة وفي رفح بالنصر المبين إن شاء الله. ربنا يحفظهم ويؤيده بنصر عزيز بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن جهاز منتظر من فترة كبيرة إنه يرجع السوق. طبعا هو جهازنا ال 2080 الجولدن او ستار نت جولدن 2080، بس بقى عندنا دلوقتي 2080 برو ماكس. 2080 برو ماكس هو اخر اصدار واحدث اصدار لاجهزة الجولدن 2080. الجهاز دوت يا جماعة الحمد لله رب العالمين لا يختلف عن، اولا لازم نقولها كده صريحة، لا يختلف عن ال 2080 القديم ولا على ال 2090 الجولدن ولا عن الابل اكس 3. ده هو التطور الطبيعي للاجهزه دي. حاليا اصبح البرو ماكس جولدن 2080 برو ماكس، وهو حقيقي هو يعتبر هو البرو، هو البروفيسير بالنسبه لاجهزه ال 2080 او اجهزه ال 4K الاندرويد في السوق المصري حاليا. الجهاز بسم الله ما شاء الله مميز جدا في ادائه، مميز جدا في سيرفراته، شيرنج بتاعه، الامكانيات الموجوده عليه، والباكج الكامل اللي بيجي مع الجهاز. جهازنا النهارده هو الجولدن 2080 برو ماكس. البرو ماكس يا جماعه اهم حاجه فيه واهم شيء بيميزه هو حاجه اسمها مبرد البي سي. مبرد البي سي دوت اضافه جديده على الاصدار الجديد بتاعنا. المبرد بتاعنا مبرد بيخلي الجهاز ما يسخنش، ما يقومش بالحراره العاليه. ناس كانت بتشتكي من الاصدارات القديمه ان الجهاز بيسخن، كنت بقول لهم كلمه واحده، الجهاز بيسخن شغله 24 ساعه وما لكش دعوه، شغل الجهاز 24 ساعه في 24 ساعه وما تقلقش نهائي. احنا قلنا قبل كده وهنعيد ونزيد، اي جهاز ميني بيمر عليه 12 فولت بيمر عليه امبير لازم يسخن، وهعيد وازيد فيها. بس بصراحه الجهاز ده اشتغل معايا اكتر من 4 5 ساعات متواصل النهارده، الله اكبر، حط ايدي عليه دافي، يعني ما سخنش بدرجه سخونه، لا ما فيش سخونه الحمد لله، الجهاز دافي والجهاز ده واضح ان هو مدعوب عليه ومصروف عليه كويس، وما شاء الله البورده بتاعته اصبحت فيها مبرد البي سي. ده مبرد تقريبا البيور كولد حاجه كده، يعني هو اختصار للبيور كولد. المبرد بتاعه اصبح بيخلي الجهاز يدوبك دافي فقط، لكن مفيش حراره في عز الحر اللي احنا فيه. جهاز الجولدن 2080 مش بسم الله ما شاء الله، يعني نتكلم ونقول فيه قصائد بالنسبه لادائه. بس قبل ما اتكلم على الجولدن 2080، انا بس ايه كان عايز اتكلم عن حد صديقي وحبيبي قوي، هو الاستاذ مصطفى كامل، حبيبي الحاج مصطفى كامل من الشهداء منوفيه. طبعا ده صديق عزيز جدا ومن زمان جدا، وهو يعني بعتبره اخ اكبر ليا، مش عايز يعني اكبره في السن عن كده. هو صديق عزيز وحد يعني حبيبي قوي، وتفاؤل الدنيا كلها والمرح كله مع الحاج مصطفى، ربنا يديله الصحه. والحمد لله عن طريق القناه انا عرفت ناس كتير زي الحاج مصطفى برضو، حبايبي وعلى راسي كلهم. اه والله عنده ال 2080 الاصدار الاول، بيتعامل معاه معامله، يعني بص حضرتك بيتعامل مع الجهاز ال 2080 معاملة خاصة، يعني يقول لي الجهاز ده في حتة تانية، الجهاز ده يختلف عن أي جهاز تاني. أنا يعني بتعامل معاه كصوتيات، كترجمة، كتايم شيفت، على الأقمار بسم الله ما شاء الله، حدث ولا حرج بالنسبة للجهاز. أنا هنا برضو النهاردة بقول له حاجة مصطفى، الجهاز دوت البرو ماكس يعتبر تطور طبيعي، خصوصا مع المبرد الجديد اللي نازل على البوردة، مخليه الجهاز في حتة تانية. اولا سرعة الاداء متوفرة في جهازنا البرو ماكس 2080، كمان الاوامر شغالة عليه بصورة كويسة جدا. المتجر بتاع الجهاز محدث لاخر نسخة، في تطبيقات كتير الحمد لله الشركة نزلتها على المتجر الخاص بالجهاز، الاب ستور بتاع الجهاز، فبقى عندنا كده في ايه توليفة لذيذة قوي في المتجر، هتخش تلاقي حاجات ممكن تتوه فيها من كترها، كل ده موجود على المتجر الخاص بجهازنا. وطبعا اللي عنده الجهاز ال 2080 الابل اكس 3 ال 2090، لو عمل التحديث او ما عملش حتى التحديث، انت ما دام وصلت نت، ودي ميزه في الجهاز، جهازك محدث بدون ما تشعر،
يعني انت لما موصل واي فاي بالجهاز او موصل كابل انترنت بالجهاز، اي تطبيق جديد بتلاقيه نزل اوتوماتيك في المتجر بتاعك. لو انت دخلت هتلاقي في حاجات زيادة بتنزل كل فترة اوتوماتيك. ليه؟ لان كأن حضرتك بص عندك متجر بلاي او جوجل بلاي، المتجر بتاع بلاي، انت بتخش على المتجر بتلاقي تطبيقات جديدة محدثة. هنا نفس الكلام، التطبيق بينزل ما دمت وصلت انترنت، التطبيق بيحدث نفسه او بيظهر على الاب ستور عندنا. نفس الكلام هنا. طيب الجهاز بتاعنا اولا كدعم فني، دعم ستار نت معروف، والدعم الناس ما بتسيبش الاجهزه او ما بتسيبش العملاء ما دام الاجهزه بتاعت الشركه والعميل عميل الشركه، ما حدش بيتاخر عنه كدعم فني. ناس كتير كانت بتسالني على التحديث بتاع الجهاز ده. انت عندك احدث نسخه من السوفت وير الخاص باجهزه الاندرويد، دي احدث نسخه. طيب احنا عايزين تحديث، انت عايز تحديث ليه؟ انت جهازك شغال بسم الله ما شاء الله كويس جدا معاك، في عندك مشكله؟ يقول لي لا بس المفروض في تحديث. مفيش حاجه اسمها المفروض في تحديث، في حاجه اسمها انا جهازي شغال في حاجه ناقصه ولا لا، عشان نعمل التحديث ونضيف النواقص. في الحاله دي من حقك انك تطالب التحديث، لكن ما تقوليش انا عايز تحديث وخلاص، انا عايز سوفت تحديث. طب يا حاج اصبر، احنا عملنا تحديث الانجما على الجهاز دوت وناس كتير رفضوه، وناس كتير قالوا لا الجهاز عندنا على السوفت الاصلي او الماستر الاوريجينال بتاع الجهاز كان شغال طلقه، رجعنا للسوفت الماستر الاصلي وعملنا فيه بعض التعديلات والتحديثات وشغال الله اكبر زي الفل. طيب ملفات القنوات، عندك تحديث الملفات القنوات على الجهاز ده اونلاين موجوده، ملف عربي ملف انجليزي شهر 6 موجود على الجهاز وموجود على الاجهزه القديمه، يعني موجود عندك على الابل اكس 3 2090 2080 الاولاني، واصبح موجود على البرو ماكس ستار نت. فبالتالي انت ما شاء الله الجهاز مخدوم كويس جدا، جهاز احنا كلنا عارفينه، جهاز المعالج بتاعه احنا بنتكلم في معالج من معالجات الاندرويد اللي معروفه في السوق، معالجات عاليه الاداء. احنا عندنا معالج الام لوجيك، والام لوجيك 905 اس معروف، مع معالج رسوميات عالي جدا، ما عندك معالج رسوميات معروف وبينزل على اجهزه الاندرويد وعلى اجهزه الكمبيوتر، معالج المالي جي 31. فبالتالي بقى عندك توليفه لذيذه كده في الهاردوير الخاص بجهازنا. العتاد بتاعك عتاد محترم جدا بالنسبه لجهاز اسمه جولدن 2080 برو ماكس. بالنسبه للخصائص الخاصه بالجهاز هنقولها كلها ان شاء الله، وكمان هنتكلم على السيرفرات، لان دلوقتي بقى اصبح عليه سيرفرات ضعف الاجهزه اللي فاتت كلها، بقى كله موجود على البرو ماكس ستار نت جولدن 2080. طبعا الجهاز لو جينا فتحنا الكرتونه بتاعته احنا كده اهو، ده جهازنا، دي كرتونه الجهاز ومنور الباشا الجولدن 2080 برو ماكس. طبعا هتلاقي كلمه البرو ماكس اصبحت فوق ال 2080 عشان تقدر انك تحدد ده الجهاز القديم ولا الجهاز الحديث، لازم كلمه برو ماكس تكون موجوده على الجهاز. الجهاز لو جالك بدون كلمه برو ماكس رجعه او ما تشتريهوش من السوق. تمام. طيب طلع الجهاز كده، بسم الله. طبعا ده جهازنا اهو، جهاز الجولدن، واللي علم الجهاز من شهر 5 كان موجود، بس الشركة أخرته لإضافة السيرفرات الجديدة على الجهاز، لأن السيرفرات عشان تنزل على الجهاز لازم بيبقى ليها شغل تاني خالص وإضافات تانية خالص بالنسبة لإضافة الماكات والكلام دوت خاص بالشركة المنتجة. تمام. وهتلاقي طبعا عندك على الجهاز كمان مكتوب إنه إصدار 5/24، شهر 5/24، ومكتوب فوقه كلمة ستار نت. تمام. طيب ده شكل جهازنا النهاردة ال 2080 برو ماكس او جولدن 2080 برو ماكس. تمام. طبعا زي ما احنا شايفين دي فتحات الجهاز، وخلاص احنا حفظنا فتحات الجهاز، انا مش هتكلم في فتحات الجهاز، دي فتحات الجهاز يا جماعه، حلوه فتحات جميله هي ولذيذه. خلاص ال ام بي والكابل النت والاتش دي ام اي والتحديث وشغل الفي اي، او لو عايز تشغله على تلفزيون قديم بتجيب وصله 3 في 1 وتحطها هنا وتحطه في التلفزيون القديم، وعندك وصله الاتش دي ام اي، بس عندك فتحه اللان الجميله ديت فيها ميزه لذيذه قوي انها بتشتغل 10 100 1000 10 100 1000، يعني بتشغل لك حتى 1 جيجا، سرعه 1 جيجا يعني سرعه ال 1000 ميجا،
اصبحت فتحه اللي هي الصغنططه الغلبانه الطيبه دي بتشغل لك سرعه اعلى سرعه. يعني الجهاز ده لو خدته في اوروبا خدته في امريكا عندهم السرعه ما شاء الله ممكن توصل، او الناس اللي بتشتغل في بي اس والفي بي ان بيعلوا السرعه لغايه 1 جيجا و2 جيجا سرعه، يعني 2000 ميجا. احنا عندنا هنا 30 ميجا و40 ميجا بنبقى طايرين من الفرحه، لا ده دول عندهم بقى بتعدي ال 100 ميجا وال 200 ميجا، لو ممكن 1000 ميجا، 1000 ميجا تخيل، 1000 ميجا 2000 ميجا موجوده في اوروبا وفي الدول المتقدمه. السرعات العاليه قوي دي بتقدر انها تستحمل ده. خلي بالك الفتحه ديت بتستقبل اعلى سرعه نت بصوره مميزه جدا، عكس شركات او عكس اجهزه السان بلس العاديه كان كبيرها قوي ال 100 جيجا المدخل بتاعها، لان القدرات محدوده برضو لازم نعترف. فبالتالي عندنا هنا فتحه الايثر نت بتاعه الجهاز بتشتغل على اعلى السرعات في كل دول العالم. طيب بالنسبه للجهاز طبعا دي واجهه الجهاز ودي الواجهه المضيئه اللي بتكتب فيها ارقام القنوات ودليل القنوات كله هنا لما بنوصل الباور بالجهاز. طبعا عندنا فتحه الباور بتاعه الجهاز. تمام ده شكل جهازنا النهارده ستار نت جولدن 2080. طبعا الجهاز الناس كلها مستنيه الكلام على السيرفرات، ناس كتير ما بتهتمش بكل الليله دي، بيهتموا بالسيرفرات. طب بس انا بس هكمل بسرعه كده الموجود على الجهاز بعد كده هقول السيرفرات واقفل خلاص بقى، انا خلاص مش هتكلم كتير بعد كده. طبعا الجهاز عندنا بيجي معاه اتنين ريموت. طبعا دي ده شكل العلبه بتاعت الجهاز عشان برضو ايه نبقى واقعيين، ده شكل العلبه. العلبه بيجي معاها اتنين ريموت تاتش ماستر اصلي، وبيجي معاك معلش بقى الدنيا ضيقه الادابتور بتاع الجهاز، بيجي معاك الكتيب بتاع الجهاز، بيجي معاك كارت الضمان بتاع الجهاز. طبعا انت معاك ضمان عام كامل من شراء الجهاز، معاك ضمان سنه صيانه شامله مجانيه، انا بقولها من هنا وعلى مسؤوليه اشرف القاضي، معاك ضمان عام كامل. الادابتور كتير من الناس كانت بتتكلم على الادابتور بتقول الادابتور 1.12 فولت، طبعا 12 فولت و1.2 امبير. طبعا يا جماعه ده اللي بيجي مع الشركه، الادابتور اللي بيجي مع الشركه دايما بتكون الشركه عامله عليه تيست على الجهاز وبتشوف ان ده دي الفولتيه والامبير اللي داخل للجهاز المناسب. سيادتك عايز الامبير يكون اعلى بتجيب ادابتور 2 امبير مفيش مشكله، بس هتصدقني لو قلت لك كل الحكايه ان الامبير مع الاستخدام الكتير ومع ده في اي ادابتور، خلي بالك من الحته دي، الامبير مع الاستخدام الكتير ومع النور اللي بيقطع ويرجع كل شويه، ومع حاجه مهمه جدا دايما الناس ما بتاخدش بالهم منها. الناس ما بتاخدش بالها من ايه؟ ان دايما لما انا باجي اشغل الشاشه بتاعتي والريسيفر بجيب مشترك. بجيب مشترك، وطبعا الغالبيه بيشتري مشترك ابو 40 50 جنيه التعبان. بتبقى نقط التلامس بتاعته رديئه جدا، السلك بتاعه والكابل تحت بير السلم بيبقى كابل تعبان جدا، والفيشه، وبيحط الليله كلها في المشترك، تلاقيه حاطط مروحه وحاطط الادابتور بتاع الريسيفر وحاطط فيشه الشاشه وحاطط ممكن لو عنده مكوى عايز يكوي قميص ولا حاجه او بنطلون بيجي يحط الفيشه بتاعه المكوى، كل ده محمل على المشترك الغلبان ابو 50 جنيه ولا ابو 100 جنيه. وطبعا الامبير عالي قوي، لو هو يعني كلف خاطره وشال الفيشه وحط ايده عليها يلاقيها سخنه او دافيه، فبالتالي الامبير عالي قوي، فانت سيادتك عمال تبوظ في الادابتور وعمال تبوظ في الرسيفر وتبوظ في الشاشه وانت ولا على بالك. الامبير الحراره العاليه دي معناها ان الامبير زاد قوي، الامبير عالي قوي، وممكن مع الوقت تلاقي ريحه شياط طالعه من المشترك. طب انت ليه كل الليله دي؟ انا من دلوقتي بقول لك عايز تشغل الجهاز ده صح، حط الفيشه في البريزه بتاعه اللي في الحيطه، حطه في الفيشه على طول، ما تحطوش بمشترك نهائي، هتلاقي الدنيا شغاله معاك زي الفل. لكن هتحطه في مشترك اعرف ان عمره قصير، اي ادابتور في الدنيا، انا اللي بقول لك كده على مسؤوليتي، تمام؟ لكن الادابتور عمال تيست شغال على جهاز كويس، عايز تجيب ادابتور 2 امبير هات ادابتور 2 امبير وخلي ده على جنب لاجهزه السان بلس اللي عندك، مفيش مشكله، بس بقول لك ده هيشتغل وشغال زي الفل مع الجهاز، تمام؟ طيب بالنسبه للريموتات بيجي معاه ريموتين توأم، اثنين نفس الشكل اهو، هما دول. ده هو ده. واحد كلمني بيقول لي اشغل انهي واحد؟ قلت له شغل الاثنين. ليه؟ قلت له لان الاثنين زي بعض. مش واحد خامه وواحد خامه، هو بيفكر ان مثلا ان الاجهزه السان بلس بيجي واحد بلوتوث واحد عادي الام مثلا،
فقال لك لا، يبقى هما بقى هنا ايه، عاملين واحد نشغله واحد نركنه تعبان على قده. لا، بقول له لا، ده شكل الريموت بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني حاجه عالميه، شغل عالي. وكمان طبعا سامعين التكات بتاعته، تاتش ماستر اوريجينال اصلي. طيب بص كده كمان، التاني اهو نفس المنظر ونفس الشكل، ريموتين تيبيكال، مفيش اي فرق بين تشغل ده تشغل ده، مفيش اي فرق. طلع ال 12 اختلاف وتكسب 10 جنيه، مفيش ولا مفيش اختلاف اصلا، مفيش. تمام، يبقى احنا كده معانا ريموتين ماستر اصلي اهم، خام مميز جدا وحاجه كده شيك قوي، وفي نفس الوقت انت ماسك ريموت، ريموت يعني مش ريموت، لا ده ريموت او بص تخانق بيه. تمام، ده بالنسبة للريموتات اللي جاية مع جهازنا الجولدن 2080 البرو ماكس. طيب بالنسبة للجهاز برضو بيجي معاه باقي الباكج بتاعه، بيجي معاه الماوس الوايرلس اهو، ده ماوس وايرلس بيبقى معاه فلاشة صغيرة جوه الماوس، وطبعا الفلاشة الصغيرة ديت بتحطها في الجهاز عندنا في فتحتين اليو اس بي. انا نسيت اتكلم على فتحتين اليو اس بي، سوري يا جماعة، الجهاز فيه فتحتين يو اس بي. شفت بقى، شفت انا كنت هضيع. فتحتين اليو اس بي، عندك فتحه 2.0 و 3.0. طبعا ال 2.0 ديت للفلاشات العاديه، وهنا ال 3.0 علشان تحط فيها الفلاشات العاديه، تحط فيها تشغل ال 8K وال 4K والحاجات العاليه، او اي فيديوهات باي صيغه تتخيلها هتشغلها عن طريق الفتحه الزرقاء دي. الفتحه الزرقاء دي هي الفتحه الاساسيه او اعلى فتحه لليو اس بي على مستوى العالم حاليا، ال 3.0. تمام، بالتالي تقدر تحط فيها اي فلاش التحديثات، تقدر تحط فيها فلاشه الوايرلس. يعني انت عندك مثلا ماوس اهوت في فلاشه، بتحط فلاشه الماوس في الفتحه الزرقاء دي، هتلاقي سرعه الاداء عالي جدا، والماوس بيبدا يظهر قدامك على الشاشه وانت بتشغل. ليه؟ لان الجهاز اندرويد 9، فبالتالي تقدر ان انت تتعامل معاه كانه بالظبط موبايل او كمبيوتر. تمام، تقدر تنزل تطبيقاتك من متجر بلاي بصوره مميزه جدا، تقدر انك تحط الجيميل بتاعك على الجهاز وتفتح اليوتيوب بالجيميل بتاعك، تقدر تفتح الجوجل بلاي بالجيميل بتاعك، تقدر تفتح المتصفح بتاع الجهاز بصوره ممتازه جدا، عليه جوجل كروم موجود، عليه تطبيقات المشاهده نتفليكس موجود طبعا، بس لازم يكون باشتراك، لازم تحط له الاشتراك. عليه اليوتيوب الاساسي طبعا، يوتيوب عليه يوتيوب خرافي يا جماعه، يوتيوب عالمي بصراحه ربنا، يوتيوب اندرويد انت هتحب تتفرج على اليوتيوب وتسيبك من السيرفرات وتسيبك من الدنيا كلها بصراحه. عليه يوتيوب محدث، بيجي لك محدث باحدث نسخه، نسخه عالميه. ده كيبل ال 4K اللي بيجي مع الجهاز، عشان برضو ايه، يبقى كده الباكج كله خلاص اتقال عليه. الباكج بتاعك الماوس الوايرلس، ماوس اهو، واللي ديت الفلاشه بتاعت الوايرلس، وعندك كيبل 4K محمل تقيل تخين، ما شاء الله يعني ايه، كيبل كيبل يعني اهو، ده شكل الكيبل، حاجه الله اكبر كده، ايه حاجه عالميه، تحس انه جايبين واير مش جايبين كيبل اتش دي ام اي او 4K، ومكتوب عليه 4K اهو، حتى لو لاحظنا كلمه ال 4K، كابل عريض ما شاء الله وتخين، ده كابل ال 4K الخاص بالجهاز. وطبعا دايما بنصح ما تحطش الجهاز ورا الشاشه يا عم الحاج، نصيحه لوجه الله، اوعى تحط جهازك ورا الشاشه. الجهاز دوت اتحط تحت الشاشه معزز مكرم، ومعاك كيبل 4K متر، يعني هتحطه مرتاح جدا تحت الشاشه والدنيا شغاله زي الفل. بالنسبة للجهاز خليه كده في مجال تهوية أفضل، هو أو أي جهاز، والجهاز الحمد لله مبرد البي سي اللي فيه مخلي الجهاز درجة حرارته معتدلة جدا، وفي نفس الوقت شغال بأريحية تامة. اللهم بلغت اللهم فشل. هنيجي نتكلم بقى على السيرفرات. أنت عندك هنا أولا سيرفرات الشيرنج، عندك طبعا سيرفر الجوسات مفتوح مدى الحياة، جوسات بلس فيرجن 3 موجود على الجهاز مفتوح المدة، يعني ما شاء الله طول ما الجهاز معاك وأنت عايش والجهاز عايش الجوسات عايش معاك. تمام، طبعا الجوسات الجهاز بيديك الجوسات بالترجمه الاحترافيه بالتعليق الصوتي، القنوات الصوتيه كامله مع تايم شيفت عالي الاداء جدا بالنسبه للجهاز. تمام، طب احنا عندنا سيرفر تاني، في سيرفر الفونكس موجود على الجهاز ب حوالي سنتين او سنه، انا مش فاكر بصراحه ربنا، بس في فونكس موجود على الجهاز برده تقريبا سنتين على ما اظن، موجود على الجهاز بتاعك. يبقى انت عندك كده سيرفرين شيرنج اساسيين، بس السيرفر الاساسي اللي انا حابه هو الجوسات. ليه؟ لانه دعم الترجمه الاحترافيه على جميع الاقمار، ودعم التايم شيفت والمعلق العربي على جميع الباقات الرياضيه العالميه، فبالتالي عندك امكانيه مميزه جدا بالنسبه لجهاز البرو ماكس 2080. طيب
نيجي بعد كده للمنصات الخاصه بالاي بي تي في. الاي بي تي في بتاعنا يا جماعه عندنا كتير ما شاء الله من السيرفرات، بس انا مش عارف ابدا بايه وانسى ايه، بس دايما ببدا بالمعلم. المعلم بتاعنا هو جهاز، هو سيرفر النوفا. النوفا على جهاز ده لاول مره بينزل على الاجهزه في الوطن العربي وفي مصر 3 سنوات. نوفا انت عندك نوفا بلس الاصلي على الجهاز ده لمده 3 سنين، مش هتحتاج انك تجدد نوفا، لان نوفا دايما هو المطلوب. ناس حتى عندها سيرفرات كتير يقول لك لا انا حابب نوفا، نوفا ثابت اداؤه، مفيش تقطعات، مفيش مشاكل، فبتلاقيه شغال باريحيه تامه مع نوفا ده وعايش حياته. فبالتالي سيرفر نوفا انا نفسي بشوفه من سيرفرات رقم واحد دايما في مصر والوطن العربي. عندك نوفا لمده 3 سنوات مجانا، وعندك مارفل لمده 24 شهر سنتين مجانا، ومارفل طبعا سيرفر محترم جدا وسيرفر عالي الاداء ومحتوى كبير جدا. عندك سيرفر اكس كمان لمده 24 شهر سنتين، يعني انت عندك نوفا 3 سنين، مارفل سنتين، اكس سنتين. في عندك كمان سيرفر كويك تي في ده لمده سنه، وعندك سيرفر جوي الجديد لمده 5 سنين، كمان عندك سيرفر ميجا سنتين بسم الله ما شاء الله، وعندك سيرفر دراجون سنتين، وعندك سيرفر مافن المخضرم العالمي سيرفر ممتاز جدا لمده 24 شهر سنتين، وعندك كمان سيرفر كوبرا لمده سنتين، وعندك سيرفر بالانس لمده 24 شهر سنتين، وعندك سيرفر هاها التعبان قوي اللي انا ما بقبلوش، سيرفر انا بكرهه كره العمى وما بحبش حد يشغله، سيرفر هاها التعبان لمده 5 سنين. فطبعا انا في البلاله خالص سيرفر هذا. عندك كمان سيرفر كيوت، سيرفر كيوت محترم وحاليا تحديثاته كويسه جدا لمده 5 سنين على الجهاز. فطبعا انت عندك السيرفرات دي الله اكبر، يعني عد السنين تقريبا داخل في حوالي 27 سنه تقريبا، كميه سيرفرات كتير. لو انت انا بقول لك من دلوقتي انا مش محتاج منك انك تشغل كل السيرفرات دي مره واحده اول ما يجي لك الجهاز، لا انا محتاج ان انت تشغل السيرفرات ديت سيرفر سيرفر او سيرفرين سيرفرين. يعني ابدا مثلا بنوفا مع مارفل مثلا، او نوفا مع كيوت كفايه قوي، ويخلي الباقي يخلصوا نخش في غيرهم، ربنا يدينا ويديك طول العمر يا عم الحاج. دي سيرفرات الخاصه بجهازنا النهارده الجولدن 2080 برو ماكس. فبالتالي انت عندك توليفه عاليه جدا من سيرفرات الاي بي تي في، وتوليفة مميزة جدا من سيرفرات الشيرنج. عندك صوتيات مدى الحياة، عندك شيرنج الترجمة الاحترافية، الترجمة البرو مدى الحياة على الجهاز، وعندك سيرفر ثابت بالنسبة للشيرنج فاتح جميع الأقمار بصورة مميزة جدا. فبقى بالتالي عندك سيرفرين هنا شيرنج، وعندك هنا حوالي 11 سيرفر اي بي تي في، فبالتالي كمية كبيرة وكمية مهولة يستحملها جهاز زي ده. جهاز 2 جيجا رام مع فلاش روم او ذاكره داخليه 16 جيجا، مش 16 ميجا زي اجهزة السان بلس، لا ده 16 جيجا، في فرق كبير. ليه 16 جيجا؟ لان جهازنا ده جهاز اندرويد، تقدر تنزل عليه تطبيقات اللي انت تتخيلها، وتطبيقات المشاهده، وتطبيقات اي تطبيق، تنزل الواتساب، تنزل الفيسبوك، تنزل اي متصفح تتخيله. طبعا الجهاز بيوصلك، وبيوصلك معاه فيديوهات شرح، بيوصلك معاه الاكواد بتاعه الجهاز، كل ده موجود على جهازنا النهارده البرو ماكس جولد 2080. انا بقول الجهاز ده في حته تانية خالص عن باقي الاجهزه الاندرويد خصوصا اللي فاتت. بصراحه اداء سلس جدا، سرعه في فتح المنصات ودي مهمه جدا، سرعه عاليه جدا ما شاء الله في فتح المنصات المشاهده، وكمان الشيرنج الاحترافي الموجود على جهازنا النهارده اندرويد 9 جهاز جولدن 2080 برو ماكس. شكرا جزيلا لحضراتكم، وفي ان شاء الله للحديث بقيه باذن الله هنكمل حوارنا وكلامنا على جهازنا. طبعا في حاجات كتير انا نسيتها كالعاده، ودايما بقول ان انا يعني جل من لا يسهو، ممكن اكون نسيت حاجات وحاجات كتير، لكن ان شاء الله في لقاء تاني مع الجهاز ان شاء الله مع السوفت وير بتاعه، هنعمل لكم فيديو لذيذ كده عن خصائص السوفت وير الخاصه بالجهاز، مميزات السوفت وير الخاص بالجهاز بتاعنا النهارده الجولدن 2080 البرو ماكس. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم بصحة وبعافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.